احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناة المانش. اليوم يوم 10/2/2024 وتعالوا نشوفوا اسعار مع الخارج من سوق دمنهور. صباح الفل يا غالي. مرحبا يا غالي. تاجر ولا قناع؟ صبر الصواريخ. لا يا باشا تاجر. تاجر منين حضرتك يا صاحبي؟ زود غزال يا عم. منين؟ زود غزال. زود غزال. صنعتها اللي معاك دي؟ عشر ان شاء الله. عشر. عشر قد ايه يا صاحبي؟ عشر ثلاثة يا باشا. عشر ثلاثة بسم الله ما شاء الله. جرحت قبل كده؟ ايوه يا باشا مرتين. مرتين الله يبارك لك. عامله كام الله وكيل بمرد؟ 60,000 والله. 60,000. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يا صاحبي. 012 74 5 8 4 3 9 7. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المونش اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لك واصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر. عندكم فرح الله يبارك لكم. خدتوه بكامل على جمال احنا غالي. انا ديت بكام ودي بكام؟ الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. العجول الذكور اللحم البقري بسم الله ما شاء الله. ماشي كام اللحم يا رجال النهارده؟ ماشي كام اللحم جاي من النهارده يا حاج؟ ها؟ 185. ربنا يرخيها لعباده يا رب اللهم امين. بس احنا سامعين اقل من كده. سامعين 70 و75 صح ولا غلط؟ لا غلط. ليه بس؟ كم الحقيقة بالأمان؟ الله يبارك لكم. كم غالي اللحمة جاي؟ جايم؟ اي زي ما قال لك ب 185 بالأمانة الحقيقة النهارده. الله يبارك لك. سوق دمنهور يا جماعة ب 185 الكيلو جاي. تجار يا صاحبي ولا جنايين ولا جزارين؟ لا ده دول لسه هتربطوا. هتربطوا الله يبارك لكم. مصلح حالكم. اللي خارج من سوق دمنهور يا جماعة. ايه فيه هبوط الأسعار؟ راجعين. الله يقويك. معلش يا حاج العالم زهقان اهي. بيقولوا فيه هبوط في الأسعار. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. خدتها بكام الوالدة دي يا حاج والله؟ ب100,000. ربنا يبارك لكم فيها يا حاج. الله يبارك لكم مصلح حالكم. اللي خارج من سوق دمنهور. باشا أحمد علوان أهو. أحلى واحد. باشا أحمد. الله يبارك لكم. اللهم صل عليك يا نبي. اللي خارج من سوق دمنهور للمواشي. ربنا يبارك للناس كلهم ويصلح حالها وحال الجميع يا رب. منين يا صاحبي حضرتك؟ اسكندريه بكوس. بكوس اسكندريه. انا لسه نهارت في سوق دمنهور يا معلمي. الله يبارك لكم. شغالين في الجاموس اللحم يا صاحبي؟ جاموس اللحم. الله يبارك لكم. اسكندريه جاموس اللحم. الناس المحترمين اللي منورين في سوق دمنهور. الله يبارك لكم. انا لسه نهارت في سوق دمنهور النهارده رجال. ادينا الرقم لو حد عايز جاموس لحم يا صاحبي. 012 74 54 54 54 54 34. طب الجاموس بكام جاي من النهارده؟ 170. اللي الباجر ب 170. والجاموس؟ الجاموس ب 160. 160. الله يبارك. الله يبارك لكم. مصلح حالكم. اي حد يتواصل معاكم الله يبارك لكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاد. الله يصلح حالكم. لا ما شاء الله. الله هو الباجر. الباجر والده غالي. لبن لبن بسم الله ما شاء الله. طب كم والله؟ 51.5. تجار ولا جنايين؟ لا تجار. منين حضرتك؟ شبرخيت. شبرخيت وتجار شبرخيت. عامله كام بالمرد ده؟ 49. بالله عليك 49. الله يبارك يا اخي. بس انت اللهم صل عليك يا رب. الله اكبر. الاسعار عامله ايه؟ الاسعار زي الزفت المعروف. يعني الاسعار حاطه؟ ربنا يرجع لعباده. هبوط في الاسعار. الله اكبر. مين؟ حج علي عبيدي. حج علي عبيدي يا جماعه. منين حج علي؟ مساعد من الكنائس. اسم الصفحه بالله عليك. قناه المواشي اليوم على اليوتيوب. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صنعتها البقره دي يا صاحبي؟ 10/6. 10/6 بسم الله ما شاء الله. افتح يابا. افتح يا عم وفرجنا ومتعني. الله اكبر. العشر 6 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليها. الله اكبر. عم علي بالله عليك. منين يا صاحبي انت؟ من الكنائس كفر الدوار. كنائس كفر الدوار. تجار؟ تجار. ادينا الرقم لو حد عايز يتواصل معاه. 010 62 66 66 1878. الاسم طيب؟ الحاج علي عبيده. الحاج علي عبيده يا جماعه. اللي عايز بقر عشر موجود عنده. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.